في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بسطوالي مدعمة بأفراد من المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعلمة بالإطاحة بعصابة مختصة في ترويج مؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر. العملية جاءت بعد تتبع دقيق لتحركات شخص مشبوه يقوم بترويج المؤثرات العقلية ويستعمل في نشاطه دراجة نارية لتسهيل التحرك والتمويه، ليتم ضبطه وهو في حالة تلبس يقوم بتسليم كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 1830 قرص إلى مروج آخر ينحدر من بلدية علبنيان. التحقيق في القضية خلص بتوقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر ب 1830 قرص نوع بريغابالين وأسلحة بيضاء مختلفة، مع حجز دراجة نارية المستعملة في النشاط الإجرامي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية.